ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق غونزالو، غونزالو لميسي، ميسي حط الكرة، ميسي غونزالو، ميسي ميسي، ليونيل ميسي، هي حتى جول الثاني من ليونيل ميسي، ينتفض ميسي وسجل أهم هدف في تاريخه، أهم هدف في تاريخه، خرج لجرينتا اللي فيك ليو ميسي محلى سقيك، الهدف الثاني على يمين الحارس بيجوفيتش، الهدف الثاني. هنا تغيرت الأمور، هنا تتغير الأمور، الدعوات ودعوات المستجابة، ميسي وسجل الهدف المطلوب البارحة صربيا، واليوم اليوغوسلافيا السابقة للبوسنة، خلاص وجهه رجع فيه الدم، وجهه تحرر فيه الدم، كان أصفر 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 صار أحمر بفرحة الثاني. ريال راموس الى الكره لجاند رودريغيز، با 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 جول 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 من اروع ما يكون، هي جاند رودريغيز امتعتنا بهذا الهدف الرائع، الاستلام ثم المراوغه ثم رفع الكره فوق الحارس. كولومبيا تعبت باليابان، فانا متاكد بانه الاجمل والافضل في حياه جاند رودريغيز، وواحد من اجمل وافضل الاهداف في هذا المونديال. كره القدم البرازيل مع الكاميرون، المكسيك مع كرواتيا، وادي امامنا هجمه، اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء، لمسه حلوه ثانيه تستعيد كبريائها بالهدف الاول عن طريق اللاعب بيه بالمهاره العاليه اللي اتعمل بها الحقيقه هدف اللقاء في الدقيقه 36. خوان فران، شوف الهجمه، سلام على انيستا، طلع خوان فران، اتضرب فيها المدافع ديفيدسون، عملها على الارض جميله، يا ولد يا ولد على اللمسه الحلوه. اسعد لكان الوضع اكيد مغاير، محاوله جول، جول اول في المباراه، شاكيري افضل اللاعبين السويسريين، يعمل له هدف من اجمل واحد من اجمل اهداف المونديال، الشاكيري المولود في كوزوفو واللي عنده 22 سنه، يعمل له واحده رائعه وبالتالي يسجل الهدف الاول. تسعى بالمباراة على ليفواري بعد هذا الهدف الثاني القاتل الذي سجله، هويدا من جيرفينيو، خطيرة، جيرفينيو، جول جول جول، جيرفينيو يقول لزملائه انا افعلها، اقرر وانطلق واراوغ واسدد فاسجل، هدف الامل يعود لليفوارين قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة، استلم جيرفينيو، راوغ الأول ثم الثاني، لم يسقط فالثالث ثم سدد، دخلت الكرة في الشباك أمام الحارس دافيد أوسبينا، هدفان مقابل هدف واحد فعل. ومن أنذر فقد أنذر، يمشي ليو يتقدم ليو، بالكرة فريق السامبا عن طريق دافيد لويس، كيغولاتو يا برازيليرو، الثنائي الباريزي يقضي على الحلم الكولومبي، الثنائي الباريزي يقضي على الامل الكولومبي، جولاتو جولاتو جولاتو، دافيد لويس البومبر البومبا، الجول يدور دي دافيد لويس، خفيفة من 35 ل 40 متر، ودافيد لويس يسجل ثاني اهدافه في البطولة، ما اروعك ما احلاك. بأسهل الطرق بمنتهى الهدوء ثم كرة جامدة، يا
يبررها ديل بوسكي على انه اقوى بدنيا من باقي المهاجمين وبراسه جول. هولندا تتعادل عن طريق القناص. هولندا تضرب. هولندا تقتل الطموح الاسباني بجول. ولا اروع ولا اروع. لوب بالراس. لوب بالراس يقدر عليها كان الاسم الكبير روبن فان بيرسي. الأوروغواي تتراجع. رودريغيز يبحث عن الكرة لكنها بعيد عنه. رودريغيز يصل إلى الكرة يلعب كرة جميلة. يا إلهي هدف كولومبي جميل. الله يا جيمس. الله يا الجميلة روعة يا جيمس.